حراك لا يتوقف في ملف السلام من قبل المختصين بالعملية من المجلس السيادي ومجلس الوزراء وتوسيع قاعدة المشاورات مع الخبراء والمهتمين بإكمال مسيرة السلام والاستقرار بالبلاد، فضلا عن تواصل الحركات المسلحة التي لم تنقطع وفودها عن الخرطوم وإدارة حوار موسع مع ألوان الطيف السياسي لتحقيق السلام المستدام. بعد اتفاق الحكومة وأطراف الحوار على خارطة طريق العملية السلمية فيما يعرف بإعلان جوبا، ظل الشارع السوداني يتابع بكثير من الاهتمام جهود التسوية السياسية مع الحكومة وأطراف الحوار والبدء الفعلي في عملية السلام الشامل في البلاد. وظلت الحكومة الانتقالية تؤكد في أكثر من مناسبة حرصها على إكمال عملية السلام الشامل وأنها تمثل أولى أولويات مهام الفترة الانتقالية. ووصلت خلال المرحلة الماضية قيادات الجبهة الثورية إلى البلاد لتأكيد مبدأ حسن النوايا بينها والحكومة. وتظل عملية ترتيب البيت الداخلي للسودان واحدة من أهم مطلوبات التحول الديمقراطي، إلى جانب أنها من أهم مرتكزات انفتاح علاقات السودان في محيطه الإقليمي والدولي.